هو احنا كل يوم ما وراناش حاجة غير لجنة الأندية؟ كل يوم ناس تتفرج علينا. النهاردة كانت القرعة كاس مصر، محدش يسألني انه كاس مصر عشان انا كاسات مصر كتير. يعني احنا في كاس المفروض احنا صاعدين فيه لبال النهائي، وفي كاس لعبنا فيه في رابطة الأندية من غير الدوليين، وده كاس جديد ما احناش عارف. المهم يعني كان في قرعة لكاس النهاردة، بيقولوا القرعة دي كانت موجهة النهاردة، حطوا الاهلي والزمالك، وبعد كده بداوا بقى ايه قرعه على اللي اتحطنا واتحطنا. المهم قرعه النهارده حطت الزمالك في مواجهه الاسماعيلي. الاسماعيلي يسكت؟ لا، اعترض. الاسماعيلي بس اللي اعترض؟ لا، والزمالك النهارده اعترض. النهارده قرعه موجهه. ليه ما عملتش قرعه وخلاص؟ بختك يا ابو خيت، اللي يلعب مع ده واللي يلعب مع ده. ازاي يعملوا قرعه كده؟ ليه يا اسماعيلي وليه يا زمالك تحتاجوا؟ ازاي؟ ما ينفعش. لا 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 لا، هم عايزين فرقتين تقال يوصلوا للنهائي عشان الفلوس. ما هم لما يعملوا بختك يا ابو خي كده، اي نادي مع اي نادي ممكن يطلع نادي كده فلته كده من الدوري القسم التاني ياخد الكاس. لا 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 لا، ما عندناش الكلام ده. مش هنعيد تاني المقاولين يبقى تحت ويطلع يكسب الدنيا الاهلي او الزمالك في السوبر وفي الكاس ويلعب في افريقيا. لا 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 لا، هو لا اهلي لا زمالك لا اي فرقه تقيله اتنين تقال كده يلعبوا كده عشان الدنيا تيس كده والجمهور والفلوس. ده ملخص النهارده لجنه الانديه مع الانديه، وحسب الله ونعم الوكيل.